الأخ أحمد سماحة الشيخ يسأل عن وضع العطور في نهار رمضان يؤثر. الأطر ليس طعاما ولا شرابا ولا قضاء وطر جنسي، وليس هو في ذاته محرما، فبكل الاعتبار هو غير ناقض للصوم، اللهم إلا إذا شربه. إذا كان الأطر يتخذ شرابا نعم وكغيره من النواقض، أما إن لم يشربه فلا يؤثر على الصيام.